رند البتنجان والاشاعات اللي طالعه على البتنجان. لا لحظه, هي الاشاعه طريقه استهلاك. هاي هي ايوه بس النتيجه مش اشاعه والله, يعني عشان احنا نعطي البتنجان حقه. نحن انا ليش بحكي لك هيك, انه نحن كثير بيطلع على اكلات, يعني مجرد ما يقولوا هذه الاكله مثلا صحية. انا ناس بحرق الدهون الصحيه بناكل منها كثير, او الخل على معده أو فاضيه, او خل التفاح الصبح. هذول التنين خرافات. لا, الاناناس بيساعد على حرق الدهون. الأناناس بيساعد على حرق الدهون ولكن فيه سكر عالي. صحيح. فكرة الأناناس إنه هو بيساعد على هضم البروتين بطريقة أكبر, عشان هيك لما نحن ناكله بنحس فيه تنميل على اللسان, لأنه بيساعد على هضم البروتين على اللسان. عشان هيك بتعرف إنه بيبدأ بشكل جزئي يهضم بروتينات اللسان, هاي الفكرة أصلاً, عشان هيك بنشعر بالتنميل. بس هو بيساعد على تنزيل الوزن ولكن فيه سكر عالي. الخل بيعمل تقرحات وحرقة بالمعدة, فعن جد انتبهوا. بس شوفي, البتنجان كانت بفترة الناس تقشر البتنجانة وتاكلها زي التفاحة, ويقول لك انه البتنجان لما يفوت على المعدة زي الاسفنجة بمص الزيت اللي بالمعدة. صح أم خطأ؟ النتيجة صحيحة ولكن الطريقة خاطئة. بمعنى يعني ما في إن البتنجان بفوت زي الاسفنجة, والاسفنجة هاي بتمص الزيت وهيك احنا بنخرج الزيت, هذا كله خرافات. مش زي ما انا فركته هيك بالزيت وركتي رح اشربها. لا بلا صح. هلا بشرب زيت اشي, بشرب زيت جوا المعدة اشي ثاني. اوكي, خلينا نوضح الفرق. يعني صراحه جعبالي انا اعرف الفرق, لاني انا ضجت, يعني مش عارف احنا وين. يعني اوكي صح. شوفي, هلا البتنجان يفضل انه ما ينقلى, انه البتنجان زي الاسفنجه بشرب زيت. ممتاز, هاي هذا اول قاعده وريحتنا ديما منه بالوصف الاولى 100%. عشان هيك انا بالبيت شو بعمل بالبتنجان, بجيب رشاش زيت. صحيح. بحطه على لو سمحتي اعطيني رايك. يس طبعا, بالعكس 100%. ذكرتيني بالبتنجان, بحطه على الصينيه, ببخه بالزيت ان كان زيت زيتون او زيت نباتي بالضبط, نفس الشيء, وبحطه بالفرن. ممتاز, هاي اول طريقه. ليه؟ لانه هو جد زي الاسفنجه بيمتص الزيت. صحيح. ولكن بهذا المعتقد صار الناس يفكروا اذا انا اكلت هذا البتنجان رح يفوت على المعدة ورح يمص الزيت اللي بالمعدة, وبهاي الطريقة أنا بتخلص من الدهون. إيه علينا هذا البروسيس. العملية هاي خاطئة, ولكن يس البتنجان له فوائد في تنزيل الوزن. يلا شو فوائد؟ نحكي عن فوائده. أول شيء الفوائد الغذائية, أنه قليل جداً بالسعرات الحرارية. حلو. كل هاي الكمية الموجودة بالفرن فيها 40 سعرة حرارية فقط لا غير. هدول كلهم كوبين 40 سعرة, كوب 20. يعني البتنجان الكبيرة خلينا نقول 100%. شبه. فالسعرات الحرارية اللي فيه كمان قليلة. حلو. نسبة المعادن والفيتامينات اللي فيه عالية جدا, واصلا عشان هيك لونه داكن. يعني بالضبط داكن, وهذا بيعني انه بالقشرة كمان. انا بحتفظ فيها. نسبة البوليفينولز الموجودة عندي فيه اللي هي مضادات الأكسدة اللي بتساعد على التخلص من الكوليسترول السيء فيه عالية, عشان هيك بيساعد على تخفيض مستويات الكوليسترول, لأنه فيه نسبة ألياف عالية جدا, فهو بيعطيني الشعور بالشبع لفترة طويلة. حلو. وكمان بيساعد على تنظيم مستويات السكر بالدم. ثالث فائدة غذائية. رابعا, بيساعد على تنزيل مستويات الكوليسترول السيء, وبيساعد على رفع مستويات الكوليسترول. فيه أي أنواع فيتامينز ولا مش كثير؟ فيه العديد من الفيتامينز, بالأخص بوتاسيوم, مغنيسيوم, فوسفور, ففيه نسب عالية جداً منهم. طبعاً مع القشرة, الأشخاص اللي عندها مشاكل بالكلى وبتحب إنها تأخذ البتنجان مقبول, ولكن مقشر لحتى نخسر ونشيل كل هاي الفيتامينات والمعادن. هلأ من ناحية نزول الوزن, شو اللي بصير لما أنا باكل البتنجان؟ أول شيء اللي بصير إنه أنا النتيجة عندي صحيحة, إنه أنا بقلل تراكم الدهون بالجسم, ولكن البتنجان ما بفوت على المعدة وبمص الزيت وبالتالي بيخرج الزيت من الجسم, لأنه هو أوريدي بفوت على المعدة مهضوم جزئياً, وبالمعدة بينهضم أكتر. أوكي. بالأمعاء بينهضم أكتر وأكتر, علماً بإنه إحنا ما بنخرج ولا شيء من الجسم غير الألياف, فالبتنجان ما بيخرج من الجسم. اللي بصير إنه البتنجان بيحتوي على ألياف قابلة للذوبان بالمي وألياف غير قابلة للذوبان بالمي. اللي قابلة للذوبان في المي بتنفش بالمعدة, واللي غير قابلة للذوبان في المي بتعطيني الشعور بالشبع لفترة أطول. والله هذا مفعلا, أنت بتحسي عليك شبعتي بس تكلم. بالضبط, هذا النفش بالمعدة والشعور بالشبع لفترة أطول بيساعد على المدى الطويل الوزن. على نزول الوزن, لأنه أنا ببطل ألقمش من هون ومن هون. صحيح. صحيح. بالضبط, وخصوصاً أني عبيت المعدة بإشي قليل جداً بالسعرات الحرارية. فهي كمان عامل لتنزيل الوزن. وثالثاً, بفضل احتوائه على مستويات عالية من الفيتامينات والمعادن, كمان بيشبع حاجة أجسامنا
من النيوترينتس من المواد المغذية، فبالتالي بقلل إفراز هرمونات الجوع من قبل الجسم اللي بتفرز لما يكون عندي نقص بفيتامين أو معدن معين. كثير بتسمعوا مثلا إذا حدا بيكون عنده نقص حديد وبيبلش ياخذ حديد بيقول لك أنا صرت آكل طول الوقت مش قادر أوقف أكل، بفتح الشهية. بفتح الشهية، هو ليه بفتح الشهية؟ لأنه الجسم بصير يفرز هرمونات الجوع أكثر لحتى يقدر يغذي نقص الفيتامينات والمعادن الموجودة عنده. فبما أنه فيه نسب عالية من هاي الفيتامينات والمعادن فبقلل الشعور بالجوع. يعني فعلا عبارة عن كنز. أنا ذكرني مرة لما سمعت عن البامية وقديه سعراتها قليلة وقديه فوائدها عالية. البتنجان ينضم لفريق البامية جد من الكنوز المظلومين مثلا، المظلومين. الخضار المظلومة. قولي ما شاء الله البتنجان، بسم الله ما شاء الله. لا أنا قصدي كمعلومات كمعلومات صحيح. يعني الناس يمكن ما بتعرف أنه هالقد فيه فوائد. بتعرفي أنا اللي بعتبرها المظلوم البامية، لأنه البامية بس يخني نحن بناكلها مع صوص بندورة ولحمة، ومش الكل بيحبها، ومش الكل كمان يعني بيحبها مع أنها مليانة فوائد وقليلة بالسعرات. بس البتنجان فعليا يعني لأنه بدخل بكتير أكلات، المقلوبة، السلطات، هاي بيعملوها المسقعة طبعاً مليون، يعني حتى مع الباستا بيعملوا فيه له كتير. ففعلا هو بيستحق هذه المكانة. كنت عم تحكوا قديش الوصفة بتزبط لبرنامج الكيتو، يعني جد إذا بدون الخبز. بس بدنا ننتبه بدون الخبز وبدون الحمص. أيوة. إذا بنقدر الحمص مش كيتو لأنه هو من البقوليات. يعني بدنا ننتبه على مستوى النشويات. وهل بنقدر نستبدل اللبن البقري بلبن عاج أو ما بتصير؟ طبعا لبن يوناني. طبعا إذا استبدلناه بلبن عاج وقتها بتصير كيتو. شوفي حسب الرغبة، يعني دائما أنواع اللبن أو استخدامات اللبن حسب الرغبة، يعني كل بيت متعودين على شيء. بس شكلها بشهق. هلا بندوق. يسلموا إيديك. يلا. شكلها كتير زاكي. يسلموا إيديك. شكرا يا رندوش. أنت اليوم دعمتي البتنجان بالكلام الحلو اللي حكيتي عنه. رفعتي معنوياته. بس لما عرفت قد إيه مفيد صرت أحبه والله. اسمعي أنا أنا بحبه كتير. له كتير وصفاته بدخل فعلا. هو عالم وصفات البتنجان، وديما يمكن تعرف لأنه أنا بحبه بستعمله بوصفات كتيرة.